بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده فيديو بسيط لكن مهم، هيفرق معاك لو انت عرفته دلوقتي عن بعدين. هيعودك من دلوقتي انك تكتب كود بالطريقة الستاندرد، او تكتب كود بشكل افضل، او تكتب كود بشكل كل المبرمجين ماشيين عليه. عندنا حاليا ثلاث حاجات عاوزك تاخد بالك منهم. أول حاجة قلتها لك قبل كده، قلت لك النيمز بتاعت المتغيرات تكون بتعبر عن وظيفتها. إزاي؟ يعني أنا لما أقول لك إيه؟ لما أقول لك مثلا عاوز مساحة المربع، هتقول لي إن إكس إيكوال 5 مثلا، إن واي إيكوال 10 مثلا، وسي أوت عاوز مساحة إكس في واي. تمام؟ طبعا ده مش مربع، ده مستطيل. تمام؟ لو عاوز مربع 5 اهو، وطوله الضلع في نفسه اكس في اكس او اكس في واي، الاثنين ايه؟ الاثنين متساويين. صح كده؟ صح. طب خليه مستطيل اهو، المستطيل اهو، يبقى اكس في واي. حلو. هل في مشكله؟ اظن لغايه دلوقتي ما فيش اي ايه؟ ما فيش اي مشكله. جميل. دلوقتي بقى، هل الكود ده شكله حلو؟ لا طبعا. اما انا بقى اعمله بالشكل ده، انت ويدث وانت هايت، واقول له ويدث في هايت. شايفين؟ لا، الكود كده يختلف بصراحه. طبعا انت دلوقتي بتتكلم على كود صغير، يعني انت دلوقتي شغال على كود صغير. لما تيجي تشتغل بقى على مثلا ابلكيشن في وليكن، مش هبالغ قوي، في مثلا ايه 200 سطر كود، طبعا يختلف جدا وتفرق جدا. ما تبصش دلوقتي انك شغال على سطرين كود وهدي لي اكس وواي يا عم وهتبقى باينه، لا ما تبصش لكده. بص انك لما تشتغل على كود بشكل اكبر او بروجكتات بشكل اكبر، الموضوع ده بيفرق جدا يا جماعه. فاتمنى الناس تخلي بالها من الحته ديت وتمشي على الستاندرد ده. حلو. تاني حاجه وتاخد بالك منها جدا، اللي هو افرض عندي اسم متغير، تمام؟ هقول له مثلا string، تمام، يوزر نيم ايكوال مثلا اسلام، تمام، مفيش مشكله، ماشيين على الستاندرد اللي هو ايه، المتغير بيدل على الوظيفه بتاعته، ده بيشيل ايه اليوزر نيم. تمام، عملت اسم يوزر نيم، واضح. لكن عاوزك تعرف حاجه اسمها طريقه الكامل كيس. طريقه ايه الكامل كيس؟ الطريقه دي بتعمل ايه؟ الطريقه دي بتقول لك ان لو عندك اكتر من متغير، قصدي عندك متغير ليه اكتر من كلمه، الكلمه الاولى اول حرف منها بيبقى سمول والباقي بيكون كابيتال. ازاي؟ عندك سترنج نيم، سترنج يوزر نيم، يوزر دي كلمه ونيم دي كلمه ثانيه، تمام. اذا اليو في اليوزر هتكون سمول واللي بعديها هتكون كابيتال، يبقى بالمنظر ده. لو عندك int my number of degree مثلا، تمام، ده اسم متغير مثلا equal 50، تمام. طريقه الكامل كيس بتقول ايه؟ لو عندك متغير ليه او في اكتر من كلمه، اول كاركتر في اول كلمه بس اللي سمول والباقي كابيتال. تمام، ادي كلمه، ادي اثنين، ادي ثلاثه، ادي أربعة. صح ولا غلط؟ صح. إذا ماي هتفضل سمول، دي إن كابيتال، أدي الكلمة دي خلصت، أوف ديجري. إذا دي طريقة إيه؟ طريقة الكامل كيس. آخر إكزامبل هقول لك اتشار، هقول له إيه؟ ماي اتشار إن ماي كلاس اي، تمام. طبعا بديك اكزامبلز بس عشان الموضوع ايه يوضح. ادي ماي، يبقى اول ايه، اول حرف سمول عادي جدا، ديت هخليها كابيتال لان ديت تاني كلمه، تالت كلمه ان، ان كلمه لوحدها، حرف جر بس كلمه لوحدها، يعني ان اهي، ماي لوحدها، كلاس لوحدها. اذا اصبح الايه الموضوع بالشكل ده. إذا تخلي بالك من طريقة الكامل كيس. طبعا واحد يقول لي مش فاهم، هقول لك الموضوع ما فيهوش أي صعوبة،
يعني الموضوع ما فيهوش صعوبه خالص. انت بتتكلم، بقول لك لو اسم متغير في اكتر من كلمه، اول كلمه اول حرف فيها بيبقى سمول، وكل كلمه من اللي جايه بعديها اول حرف فيها بيبقى كابيتال. موضوع ايه؟ مش صعب. خلاص، اذا خدنا حاجتين، المتغير يدل على اسمه، يعني اسمه يدل على ايه؟ على الوظيفه اللي قايم بيها، ده بيشيل النيم، يبقى اسمه يوزر نيم او اسمه ايه؟ نيم. وطريقه الكامل كيس. حاجه اتكلمنا عليها برضو، الكونستانت. الكونستانت اللي هي الكونستانت فاريبل، اتكلمنا عليها قبل كده. لو قلت كونستانت مثلا بي اي، تمام؟ ما حدش يعمل لي بي اي كده ايكوال 3.14، قلنا الكونستانت اسماء المتغيرات بتاعها. طبعا في هنا ايه؟ ان او دبل، عشان ده ايه؟ فراكشن، في كسر عشري، تمام؟ اهم حاجه عندي ان الكونستانت اسم المتغير بتاعه ما يكونش سمول، كلها كابيتال، كلها ايه؟ كابيتال. ادي ثالث حاجه تاخد بالك منها كويس جدا، تمام؟ في مشكله؟ مفيش مشكله. كذلك لو انت رايح تعمل فانكشن انت، ما تقوليش ايه؟ عاوز مثلا تجمع رقمين، تقول لي ايه؟ انت في ام، وبياخد ايه؟ وبياخد رقمين، انت اكس وانت واي، وتقول لي ايه؟ ريتيرن اكس بلس واي، تمام؟ هي شغاله وكل حاجه. يعني لو جيت هنا وقلت له سي اوت في ام اوف، وفي الايه؟ وفي العشرة والعشرة مثلا، هعمل ران هيطلع لي 20. انا مش معترض، تمام، الكود تمام، بس هل الكود كده حلو؟ انت شايف الكود كده حلو؟ لا طبعا. طب ما انا اخلي ديت اخليها صم، واخلي ده اقول له نمبر 1، واخلي ده نمبر 2، واقول له ريتيرن نمبر 1 بلس نمبر 2. شايف الموضوع بقى حلو ازاي؟ شايف الفانكشن بقت منظمه ازاي وكويسه، واي حد يخش يقدر يشوفها ويبص لها ويفهم الدنيا ماشيه ازاي فيها. برضو الفانكشن تخلي بالك انك تكتب الاسم، تكتبه على ان الفانكشن دي بتعمل ايه، الفانكشن دي بتجمع، اكتب اسم الايه الفانكشن انها بتجمع، ما تعمليش كده. اه هتشتغل وكل حاجه، ده اسم هيشتغل، بس ليه ما تخلي الاسم بيدل على ايه؟ على البرفورم بتاعت الفانكشن. الفانكشن بتعمل ايه؟ هنا انت نمبر 1 وانت نمبر 2 اهو، ما تعمليش ايه؟ انت ايه؟ جي وجي وانت اي والكلام ده كله، لا خليها انت نمبر 1 وانت نمبر 2، ما فيش مشكله. الدنيا بسيطه جدا، بس انت محتاج انك تنظم الدنيا شويه وانت بتكتب، ولا اكتر ولا اقل. اذا دول شويه حاجات حبيت اقولهم برضو عشان الموضوع يكون ماشي معاك سليم من غير اي مشاكل. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح. لو في اي حاجه مش واضحه ومش مفهومه، تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك ولينك اللي تحت في الديسكريبشن. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.